بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا شرح جديد ومميز، هنتكلم عن حل مشكلة الصفحات المزعجة أو اللينكات المزعجة اللي بتنزل عندنا على المتصفحات بتاعنا، سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس أو الإنترنت إكسبلورر. تمام، عشان الموضوع يوضح أكتر لكتير من المستخدمين اللي بيستخدموا جوجل كروم أو فايرفوكس أو إنترنت إكسبلورر، أحيانا بيسطبوا برامج عندهم على الجهاز، والبرامج ديت بتنزل زي فيروس او بتنزل زي صفحات على المتصفحات بتاعتهم، بتغير الصفحة الرئيسية للمتصفح سواء كان جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر. تمام، طبعا الموضوع ده بيكون مزعج لبعض المستخدمين، او ميجي يفتح المتصفح بتاعه يلاقي كده لينك غريب بيظهر له او صفحة غريبة بتظهر له، هو مش عارف جت منين ولا عارف يشيلها ولا اي حاجة. طبعا في ناس كتير بتبقى عارفة ان ده فيروس او ان ده تروجن، ومعظم يعني معظم الاوقات بيكون فيروس، لكن بيقعد يدور على كتير من برامج الحمايه عشان يمسح الفيروس ده، وبرده مش بيوصل لبرامج معينه او برامج كويسه، لان معظم البرامج بتكون مدفوعه، فلازم يشتري برنامج كويس عشان يقدر يتغلب على المشكله دي. تمام، ومعظم الاوقات برده ما بيكونش فيروس، بيكون مجرد لينك او بتبقى مجرد دعايه لبعض الشركات او المواقع او المنتجات، بحيث ان هو يظهر لك الاعلان بتاعه كل شويه، ف يضطر ان انت تدخل عليه، وهو من خلال الموضوع ده طبعا يقدر يكسب مبالغ ماليه. تمام، فالنهارده هنتعلم ازاي نشيل الصفحات المزعجه دي اللي بتغير لنا الصفحه الرئيسيه في المتصفح بتاعنا من غير اي برامج خالص. هشرح للجوجل كروم والفايرفوكس وانترنت اكسبلورر. تمام، اول حاجه هنبدا لمتصفح جوجل كروم. طبعا متصفح جوجل كروم يا جماعه احنا هنستخدم له كود معين، الكود ده هندخله جوه المتصفح بحيث ان هو يعمل لنا الريسيت للمتصفح بتاعنا. تمام، هيعمل له اعاده ضبط مصنع، يرجع على المتصفح للاعدادات الافتراضيه بتاعته. طبعا الكود دوت زي ما احنا شايفين هيكون موجود تحت الفيديو. تمام، هكون حاطه لك، هتاخده كوبي تمام او تنقله وتروح على متصفح جوجل كروم وتحط الكود هنا باست اند جو. تمام، زي ما انت شايف ظهر لنا الصفحه ديت، هندوس هنا على كلمه ريسيت، هيبدا يعمل شويه تحميل، هيعمل لودنج كده شويه، وبعدين هتقفل المتصفح وتفتحها من جديد، هتلاقي ان الصفحه الرئيسيه بتاعتك رجعت للصفحه الافتراضيه. تمام، اللي هي بتبقى النيو تابس او المربعات بتاعت الصفحات اللي انت زرتها زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت. تمام، وبكده يبقى انت حليت المشكله في متصفح جوجل كروم. طبعا انا عملت الموضوع ده قبل كده فمش هضطر ان انا اعمله تاني. ده بالنسبه لجوجل كروم. طيب هنشوف المشكله دي بالنسبه لمتصفح الفايرفوكس. تمام، هروح افتح متصفح الفايرفوكس عشان نشيل الصفحة المزعجة أو نغير الصفحة الرئيسية للصفحة الافتراضية اللي احنا شايفينها دي. تمام، بنيجي هنا نروح على التلات شرط دول، وبعدين بنروح هنا على علامة الاستفهام اللي تحت ديت. تمام، وبنختار ترابل شوتنج انفورميشن، ترابل شوتنج انفورميشن. بعد كده هندوس على ريفريش فايرفوكس. تمام، وهنعمل ريفريش فايرفوكس، المتصفح هيبدأ يعمل شوية حاجات كده وهيقفل مع نفسه. تمام، أو هيفتح تاني، هيعمل ريستار. وبكده يبقى انت حليت مشكلة الصفحات المزعجة على متصفح الفايرفوكس، ورجعت الاعدادات الافتراضية او الديفولت سيتنج بتاعت المتصفح، وفي نفس الوقت هيكون اسرع معاك من الاول. تمام، يبقى احنا كده شرحنا جوجل كروم وفايرفوكس. دلوقتي هنشرح حذف الصفحات المزعجة لمتصفح الانترنت اكسبلورر لمستخدمين الانترنت اكسبلورر. تمام، هنروح على الانترنت اكسبلورر، وبعدين هنروح هنا على علامة الترس اللي فوق السيتنج. تمام، هنختار منها انترنت اوبشنز، هيفتح لنا المربع دوت. تمام، هنروح على ادفانسد، ومن هنا هندوس على كلمه ريسيت. تمام، هندوس على كلمه ريسيت. طبعا بمجرد ان انت تدوس على كلمه ريسيت، تمام، هتعلم على ديليت بيرسونال سيتنج، وتدوس على كلمه ريسيت هيبدا يعمل ريسيت او يرجع الاعدادات الافتراضيه لمتصفح الانترنت اكسبلورر. تمام، ده كده كان شرح بسيط لحل مشكله الصفحات المزعجه او الصفحات اللي بتكون موجوده في الصفحات الرئيسيه في المتصفحات بتاعتك، سواء كان جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم، تكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله انتظرونا في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.